محافظ صلاح الدين يبقي على حالة الاستنفار في جميع الدوائر لمواجهة مفاجآت السيول والأمطار في حوض دجلة. محافظ صلاح الدين يتابع ميدانياً الإجراءات الاحترازية بين الشرقاط وسامراء ويثني على جهود الكوادر المختصة. تصريف أكبر موجة مائية عبر سد سامراء ودعوة المواطنين للتعاون مع توجيهات الدوائر الأمنية والخدمية. مؤتمر حكومي وعشائري كبير لإنهاء معاناة النازحين وتعزيز السلم المجتمعي جنوب صلاح الدين.